قلت له بقى تصور لي صوره حلوه كده وتعالى شوف الاجرام اللي انا هعمله في شعرك عشان انت مش هتعرف شكلك حرفيا. ضحك كده وقال لي طب وريني. قلت له يا عم طب بقول لك ايه اتفرج عليا. طبعا هنا بدات اسيح الشعر اسيح 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 بالفرشه بتاعت التسريح العاديه خالص اطير فيها البروتين الزياده. طبعا انا بعمل البروتين بطريقه معينه وباسلوب معين واعرف معايا انا بستخدم والبروتين بيقعد معايا من 8 ل 9 شهور ازاي. طبعا انا بحط 50% فرد و 50% كولاجين. طب ليه؟ دي حاجه بتاعت انا وبسيب البروتين على الشعر ساعه بالظبط ساعه بالظبط بعد كده ابدا اشتغل تمام. وبعد كده بعمل 3 ايام 3 جلسات اللي انت بتشوفهم دول بروح جاي مسيح البروتين كويس جدا ابدا اسيح بالمكوى سيح سيح سيح. طبعا زي ما انتم شايفين الدخله اللي طالعه دي الدخله دي من نسبه الفورمالين اللي موجوده في الفرد. فالمعالج تمام تمام اللي هو الكولاجين اما بحطه عليه بقلب الاثنين على بعض بيطلع لي نتيجه جامده وما باذيش اصلا بالفورمالين ده فروه الراس ولا الشعرين. هي طبعا زي ما انت شايف انا ببدا اشيل التكسير واحده واحده اللي في الشعرايه اعمل اشد الشعرايه مره 2 3 4 5 لحد ما ايه تكسير يتشال معايا. طبعا بيطلع معاك بنفس البهتان ده كده ومفيش اي تكسيره في الشعر. ركز معايا الشعرايه كده مش هتطشي ركز معايا. هبدا اجيب فرشه الصغيره بتاع الاستشوار تمام وهبدا بعمل الجلسه الثانيه اللي انا ايه هبدا اشتغل خصله خصله في الشعر وهوريك هوريك بقى بمعنى الكلمه اللمعان والايه والبروتين الكولاجين بيعمل ايه. كده احنا خلصنا ايه الفرد اللي هو الايه البروتين البرازيلي للفرد. تعالى بقى شوف الكولاجين اللي انا حاطه الثاني هيعمل ايه. بيديك لمعان جامد جدا بمعنى الكلمه. طبعا الراجل بيقول لي يا عم اهدى شويه انا تعبت انا زهقت منك وربنا. قلت له اهدى كده مالكش دعوه باي حاجه اما تبقى حلاق اتكلم معايا تمام وشوف النتيجه واتفرج في الاخر. قلت له ماشي يا بقى. قال لي ماشي اتفضل وريني اتفضل. قال لي يا عم اهدى والله تعبت. قلت له يا باشا انت حلاق. قال لي لا. قلت له ماشي ما تبقى حلاق اتكلم معايا كل واحد فاهم في صنعته. انا الدكتور في صنعتي. طبعا زي ما انت شايف يا باشا بدات اسيح واظبط الدنيا واظبط الكلام تك 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 سيح واظبط الدنيا تك تك تك. في ناس بعد ما بتلاقي الشكل ده بقول لك خلاص انت خلصت تعالى نغسل الشعر. لا تعالى اقول لك انا بعمل ايه بقى يا باشا عشان تطلع لك النتيجه تقعد معاك من 8 ل 9 شهور. ده برملز الازرق. ليه الازرق؟ عشان في ماده بتمنع حرفيا الشعر انها تكسر تمام. طبعا انا بغسل الشعر بعد 3 ايام مش بعديها بربع ساعه عشان لو غسلت بعدها بربع ساعه الشعر بتقع حرفيا. يطلع معاك بالنتيجه دي. اي حد عنده مشكله ودي طريقه استخدام البروتين حقيقي عنده مشكله سيب في الكومنتات يبعت لي على الانستا او يسيب لي مسج على الفيس. سلام.